بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات السيدات والسادة، خير ما نفتتح به آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم السيد يونس الدودي فقيه مسجد الكلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين القطور، شكرا على تحملكم عناء السفر وتشريفكم هذا المؤتمر رغم التزاماتكم العديدة. السيد وزير الصحة، السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد ولي جهة فاس مكناس الذي ينوب عليه السيد باشا سايس السيد رشيد بردوني، السيد عمدة مدينة فاس الذي ينوب عليه السيد نائب رئيس المجلس، السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السيد رئيس أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، السيد رئيس لجنة التراث، السيد رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة السيد سليم الحسني،
السيد رئيس الجمعية الدولية لتاريخ الطب، السيد رئيس جمعية فاس سايس، السيد رئيس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، السيد رئيس مؤسسة مبدع، السيد رئيس الجمعية الدولية لتاريخ الطب، السيد مدير المركز الاستشفائي الجامعي، السيد عميد كلية الطب والصيدلة، السيدة والسادة رؤساء المؤسسات الجامعية، السادة رجال الإعلام، السادة الأساتذة والموظفون والموظفات بكلية الطب، السيدات والسادة المدعوون، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتيب لي في مستهل كلمة الافتتاح للمؤتمر الدولي السابع لتاريخ الطب الإسلامي والذي يتزامن مع الملتقى الرابع لتاريخ الطب أن أتوجه باسم عبارات الشكر والامتنان إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله وحفظه، الذي تفضل بإضفاء رعايته المولوية الملكية السامية على أشغال هذه المناظرة الدولية الهامة، وما ذلك إلا واحدة من مكرمات جلالته ودليل على ما يوليه جلالته أعزه الله من عناية لتراثنا العلمي والفكر الإسلامي الرأس المال الغير المادي للمملكة. كما نتقدم بأبلاغ عبارات الثناء والعرفان والشكر لجلالته على تفضله بالسماح بإعادة إصدار معرض العناية بالخيل والبيطرة عبر الحضارات. نسأل الله أن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه الله ذخرا وملاذا لشعبه الوفي. وبهذه المناسبة سترفع في ختام أشغال هذه المناظرة الدولية برقية شكر وامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مرفوقة بخلاصات وتوصيات هذا المؤتمر. حضرات السيدات والسادة، نقترح عليكم الآن مشاهدة فيلم قصير من إعداد الفريق التقني للكلية يؤرخ للمحطات الرئيسية من حياة هذه الكلية وللندوات السابقة للجنة التراث. من بت الأحرار تسرق الأنوار، منتدى السؤدد وحبا، دمت منتدى وحدا، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان ذكرى كل إنسان، في الروح بالجسد هب فتاك لب نداك، في فمي وفي دمي هواك ترى نور ونار، لإخوتي هيا للعلا سعيا، ترشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. السيد رئيس جامعة السيد محمد عبد الله بروفيسور باتان سيرغو
أستاذ علم تاريخ. François Tissier سيد مزويتا أساتذة جامعة سيد محمد عبد الله رويان أستاذ تاريخ الندوة الثانية صادفت تسمية مرافق الكلية ومدرجاتها مدرج مولاي الحسن فريح العميد الشرفي للكلية رئيس لجنة التراث زيارة مكتبة القرويين زيارة المدينة العتيقة نحن فوق سطح جامعة القرويين لأخذ صورة تذكارية دورة الثالثة وتاريخ الأوبئة بالمغرب ضيف الشرف الأستاذ سليم الحسني ضيف STC السيد الرئيس يسلم جوائز الامتياز على المتفوقين السيد نائب العمدة عمداء تونس السيد نائب العميد السابق أحد الخريجين الدكاترة في علم التاريخ السيد البشير بن جلول الكاتب العام للجنة التراث زيارة للمدينة القديمة والاطلاع على شبكتها المائية ودورها في تنمية المدينة مع السيد عبد الرحمن الملولي الملتقى الرابع هذه السنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة من 24 إلى 28 أكتوبر شكرا للفريق التقني لكلية الطب والصيدلة شكرا حضرات السيدات والسادة إنه لشرف لنا أن نجمعكم اليوم برحاب كلية الطب ضيوفاً عند جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المحروسة وهي تعيش الدورة الرابعة لملتقى الطب الإسلامي كما أننا جد سعداء باختياركم للمملكة المغربية ولمدينة فاس بصفة خاصة لاحتضان أشغال الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لتاريخ الطب للجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي نجمعكم اليوم حول مائدة علمية ليست كسائر المواد ليست كسائر الموائد وحول موضوع ابتكر فيه العلماء وأجادوا فاستفادوا وأفادوا وخلفوا عيون وأمهات الكتب فيها ألا وهي التراث الطبي الإسلامي حضرات السيدات والسادة نجتمع هذه الأيام حول موضوع علم الأبدان الذي يعتبره السادة الأطباء العلم الثاني بعد علم الأديان اعتباراً لأهميته وأهمية فوائده وعظم عوائده على الفرد والمجتمع وعلى الإنسان والحيوان على حد سواء ولأجله اسمحوا لي أن أقتبس لكم فقرة رائعة للطبيب المغربي الأندلسي الفاسي الدار والقرار والمرقد الطبيب الحكيم والسياسي المحنك والأديب المؤرخ الرفيع ذو الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب قال في مقدمة كتابه الطبي الموسوم بالوصول لحفظ الصحة في الفصول
أثناء الحديث عن أهمية علم الطب أي علم الأبدان كما يسميه، إن الصنائع إن شرفت بغاياتها وتميزت عند التفاضل براياتها فعلوم الأديان والأبدان صادع في الفضائل بآياتها متوسلة إلى النفوس الناطقة بإفادة كمالها وحفظ حياتها، ولذلك صرفت إليها الأنظار والأفكار. بل إن لسان الدين ابن الخطيب جعل موضوع مجلسنا هذا في المكانة الثانية بعد علم الأديان الذي الروح، وصاغ ذلك شعرا خاطب به السلطان أبا سالم المريني الذي أهدى إليه وهو في فاس كتابه عمل من طب لمن حب، حيث قال: أهديتك العلم الذي بقبوله كتب الإله فرية الإنسان، واخترت فن الطب منه لقولة العلم فيما خرج علمانا. فالعلم بالأديان علم أول، والعلم بالأبدان علم ثاني. فهنيئا لكم جميعا بهذا الاختصاص والمرتبة المشرفة. إن اختيارنا لموضوع مؤتمرنا هذا يأتي إدراكا منا بأن حاضر الأمة ومستقبلها لا يقومان إلا على قاعدة تراثها وتاريخها، وتأكيد المزاوجة بين الماضي والحاضر ضمانا لتوهج مستقبلها. كما لا نترك الفرصة تمر دون الإشارة إلى أن دورة فاس هاته تستمد أهميتها من عدد المشاركين فيها من ذوي المستوى الرفيع من المختصين والمهتمين من 21 دولة من دول العالم العربي والغربي الأشقاء والأصدقاء. وإن الفضل وكل الفضل في تنظيم هذا المؤتمر يعود بالأساس إلى التنسيق الجاد الذي كان بين اللجنة المنظمة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور عمر الصبحي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والمنسق العام فضيلة الأستاذ الدكتور سيدي عادل الإبراهيمي عميد كلية الطب والصيدلة، ورئيس لجنة التراث العميد الشرفي الأستاذ مولي الحسن فريح، والجمعية الدولية لتاريخ الطب في التراث العربي والإسلامي، ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة بالمملكة المتحدة، وباقي الشركاء بالإضافة إلى جنود الخفاء من أطر وموظفي وأعوان الكلية، لهم منا أفضل عبارة الشكر والامتنان. فالشكر الموصول للجميع ولجنود الخفاء وللداعمين الأساسيين: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، مجلس جهات فاس بولمان، ولاية جهات فاس بولمان، جمعية فاس سيس للتنمية والثقافة، ولجميع المقاطعات البلدية: مقاطعة فاس أقدال، مرينيين، فاس مدينة، فاس سيس، والمكتب الوطني للسياحة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو، ونعتذر لمن أغفلنا عن ذكره. وختاما أسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير ورشاد، وأن يكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد. وأجدد اعتزاز المملكة المغربية وسعادتها الكبيرين باحتضانها هذه الدورة، كما أجدد الترحيب بجميع الأساتذة والسادة المشاركين، وخاصة منهم من تجشموا عناء السفر إلى بلدهم الثاني. والآن أترككم مع كلمة تلقيها الأستاذة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي أبت إلا أن تحضر بيننا رغم انشغالاتها الكثيرة. تفضلوا أستاذتي العزيزة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لرئيس الجامعة وللعميد الكلية على هذه الدعوة الكريمة لحضور أشغال المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي، مع ما يحمل هذا المؤتمر من دلالات وسياقات هامة جدا. وقبل ذلك اسمحوا لي أن أتوجه بتحية للمجهودات التي والديناميكية التي نشهدها اليوم في جامعة سيدي محمد بن عبد الله. هذه الديناميكية التي عرفت اهتماما خاصا من طرف السيد الوزير سيد الحسن الداودي الذي يحضر معنا، اللي صراحة انشغاله بكل الجامعات المغربية حاضر وهم يومي، ولكن انشغاله بجهة فاس له دلالة خاصة، فيستحق كل تحية والتقدير من طرف الحضور الكريم. قلت أن اليوم هذه الديناميكية التي نشهدها في جامعة سيدي محمد بن عبد الله والمرتبطة بديناميكية على مستوى مجموعة من الأوراش المفتوحة ومجموعة من المؤتمرات كذلك التي تنظم، ودعوني أن أتوقف عند أن هذه الجامعة أولا تحمل مجموعة من المؤشرات
والدلالات من التاريخ. فأولا جامعة سيدي محمد بن عبد الله هي في مدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب، وفي مدينة فاس التي تحتضن أقدم جامعة في التاريخ وأقدم جامعة عرفتها البشرية التي هي جامعة القرويين وأنشأتها سيدة هي فاطمة الفهرية. كذلك الاسم، اسم سيدي محمد بن عبد الله، تعلمون أنه في التاريخ الحديث أن هذه الشخصية مزجت ما بين كان يسمى السلطان العالم، يعني أن الاسم لم يكن اعتباطا ولكن السلطان العالم سيدي محمد بن عبد الله كان يجمع بين فنون السلطنة وبين العلم، وكتب الكثير من المؤلفات. ربما تكون هناك مناسبة من الجامعة للوقوف عند هذه الشخصية الفذة في تاريخ الحديث للدولة العلوية الشريفة. أكيد أن هذا المؤتمر كذلك في سياق آخر يشكل أولاً انعقاد الدورة الرابعة وانعقاد الدورة السابعة، يشكل ويؤكد إصرار المنظمين على نجاح هذه الدورات، لأن عندما نصل إلى مثل هذه العدد من الدورات يعني أن هناك إصرار وأن هناك وعي سواء من المنظمين أو من الحاضرين لأهمية مثل هذه الملتقيات وضرورة الاستمرار فيها. فموضوع اليوم اللي هو موضوع له علاقة كبيرة بتاريخ الأمة الإسلامية المجيد في مجال العلم والمعرفة عموما وفي مجال الطب أو ما كان يسمى بالحكمة خصوصا، لأن من مارس الطب في التاريخ الإسلامي كما لا يخفى عليكم كان يلقب إجلالا واحتراما له بالحكيم، وذلك احتراما لهذا العلم، لأنه لا يكفي أن يشتغل به من يمتلك المؤهلات المعرفية والعلمية فقط، بل كان يشترط أن يكون فيه إلى جانب كل ذلك أن يكون متصفا بأعلى صفات المروءة والنزاهة الفكرية وسمو الأخلاق، لأن علم الطب لم يكن يعتبر من العلوم العادية، ولكن لا بد لمن يزاوله أن يتسلح يعني المروءة والأخلاق الفاضلة والعالية. لذلك لم يكن غريبا أن يجمع الأطباء المسلمون عبر التاريخ بين البراعة في الطب والتمكن من ناصية الفلسفة والعلوم، ولم يكن ذلك سوى قبسا من نور الحضارة الإسلامية التي شمخت في زمن ليس بعيد في تاريخ الأمم بفضل علماء أفذاذ حملوا مشعل العلم وأناروا به طريق البشرية يوم كانت البشرية تعيش ظلاما في مجال العلوم والمعرفة، وساهموا إسهاما وازنا في تقدم الإنسانية بفضل المنهج العلمي الذي انتهجوه واعتمدوه، وكذلك بفضل الأخلاق العالية التي تميزوا بها، وكان لهم دور كبير في تطويره وفي استثمار أدواته لإنتاج ما يفيد الإنسان ويلبي حاجاته. وقد قال الإمام الشافعي في هذا، اسمحوا لي أن أستحضر مقولة مهمة في أهمية هذه العلوم، مقولة الإمام الشافعي: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. هذه مقولة معروفة للإمام الشافعي تجعل مهنة الطب في مراتب عالية وعالية جدا. لقد ساهمت هذه الحضارة، الحضارة الإسلامية، في التراكم العلمي الإنساني بفضل حركة الترجمة، الترجمة التي قام بها العلماء آنذاك للتراث اليوناني والروماني، بل وصلت حركة الترجمة إلى التراث الهندي، وذلك طبعا في إطار انفتاح الذي كانت يعرفه العرب المسلمون في ذلك الوقت سواء على مستوى اللغات والانفتاح كذلك على مستوى الأديان القائمة آنذاك. وهذه المنهجية كانت يعني قائمة من أجل تملك اللغة العربية قبل الشروع، يعني تملك هذه العلوم للغة العربية قبل تطوير المؤهلات الذاتية وتطوير هذه المنظومة في إطار التفاعل المستمر مع ما تنتجه الأمم. وهكذا انطلقت النهضة العلمية في كثير من الميادين ومن بينها المجال الطبي والصيدلة، وفي مجال الطب والصيدلة ولمع أطباء كثر لازلنا نذكر أسماءهم بكل فخر مثل الرازي وابن سينا وابن رشد والزهراوي وابن النفيس وغيرهم، بل تكتب كتب التاريخ أن هناك، وطبعا كان لهم أثر في علوم الطب في يعني في العصور الوسطى، وأخذت المجتمعات الأخرى واستفادت أوروبا خاصة من العلوم الإسلامية في تلك الحقبة من التاريخ، بل تكتب كتب التاريخ عن وجود نساء طبيبات في هذا الزمن، ف
فهناك حديث عن عائلة طبيبتين من عائلة الطبيب الكبير والعالم الكبير ابن زهر في بلاد الخليفة الموحدي ابن يوسف يعقوب المنصور في القرن الثاني عشر الميلادي. يعني فمهنة الطب مهنة عرفت إشراك النساء منذ بدايتها الأولى. إذن أيها الحضور الكريم، لا شك أن التاريخ المجيء الذي ننتمي إليه والذي يستحق أن ننظر إليه بنظرة اعتزاز وافتخار. وطبعا لأن اليوم كتب التاريخ ليس المجال للتفصيل، بأن هناك أحيانا نجد نظرة غير موضوعية، ولكن النظرة الموضوعية تؤكد أنه لا بد أن ننظر إلى جزء من تاريخنا نظرة اعتزاز وافتخار، ومحاولة بناء نموذج جديد يتصالح مع هذا التاريخ ومع هذا التراث، انطلاقا من الثقة بالمؤهلات التي نملكها، وانطلاقا كذلك من العمل على إعداد الظروف الملائمة لإنتاج نموذج حضاري يعتمد المنهج العلمي طريقا لا محيد عنه لبلوغ مراتب التقدم التي ننشدها جميعا. هذا الورش الكبير اليوم يعني تطوير أو المسيرة التنموية في المجال الطبي وفي غيرها من العلوم تحتاج طبعا إلى رؤية مستقبلية واضحة بشأنه، مبنية على دراسات علمية ورصينة، على خطط تندرج مجموعة المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية كلها في إطار القيام باقتراحات تقلص إلى حد كبير بين الفجوة بين الطموح والواقع، بين مشروعات الطموح وبين إكراهات الواقع، خاصة في بلدنا المغرب الذي نحتاج فيه إلى تطوير البحث في المجال الطبي وفي مجال الصيدلة بما يعود بالنفع على المواطن المغربي. وطبعا الاستمداد والرجوع للتاريخ، فالأمم التي تستمد تقدمها من تاريخها وتراثها، من التاريخ والتراث الإنساني خاصة في المجال العلمي، هي أمم تعمل فعلا على بناء المستقبل وفق بناء الصحيح. بل نجد مجموعة من الجامعات اليوم ترصد الميزانيات الكبرى وتخصص أقساما علمية متخصصة وتنشئ معاهد ومراكز للاعتكاف على التراث ودراسته خاصة في المجال العلمي. إذن أقول أن المغرب اليوم نحتاج إلى تطوير هذا المجال الحيوي حتى يستجيب إلى الحاجات المتصاعدة للمواطنين للاستفادة من حقهم في الصحة والدواء بتكلفة تتماشى مع إمكانيات هذه الشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع الولوج إلى خدمات المنظومة الصحية بسبب أحياناً كلفة العلاج. ولا شك أن دور الباحثين في المجال الطبي هو استكمال مسيرة التي بدأت منذ قرون، بدأها الأجيال، واليوم هذه المناسبة، مناسبة مثل هذه المؤتمرات، يستحضر يعني استحضار هذه الأعلام ليس فقط بهدف الاستحضار، ولكن الاستحضار والوقوف عند هذه النماذج المشرقة التي ساهمت في صياغة التاريخ الإنساني وساهمت في إنقاذ آلاف من الأرواح البشرية بفضل يعني المنجزات التي أنجزتها في المجال الطبي. استحضار هذه النماذج اليوم وتعريف الأجيال بها في الجامعات المغربية وبغرض التحفيز أولا، وبغرض أن نستجيب بدورنا لحاجيات العصر الذي نعيش فيه، ولا شك أنها حاجيات متزايدة في المجال الطبي وفي مجال كذلك الدواء. لا شك أنه اليوم بذلت مجهودات في الآونة الأخيرة، فإعلان وزارة الصحة عن دواء جديد يعني صنع من أجل يخص التهاب الكبد الفيروسي بالنوع السي، لا شك أنه أصبح اليوم يباع بثمن أقل مئات مرة مما هو عليه الحال في أوروبا، وينضاف كذلك إلى مجموعة من الأدوية لن أدخل في تفاصيلها، ولكن كلها بسبب البحث الدوائي والبحث في هذا الجانب ساهمت في تخفيض كلفة العلاج وبالتالي استفادة المواطن، لأنه في نهاية المطاف الأبحاث الصحية وكل المجالات التي نقوم بها والأهداف التنموية غرضها الأساس هو تحسين حياة المواطن والوصول إلى خدمته، خاصة في هذا الشق اللي هو شق أساسي في كرامة المواطن وفي احتياجه اليومي. أقول أنه رغم كل المجهودات التي بذلت في هذا الجانب والتي تستحق كل يعني التنويه والتتمين، فلا شك أننا اليوم، ودعوني أتوقف عند بعض الأرقام في هذا الجانب، فاليوم نسبة الأساتذة الباحثين في العلوم الطبية لا تتجاوز 5% من العدد الإجمالي للأساتذة.
نسبة الطلبة الأطباء تقل عن 4% من العدد الإجمالي للطلبة، فإن مجال الطب يحظى مع كل هذه الظروف فإنه يحظى بحوالي 25% من الإنتاج العلمي الوطني المنشور في مجلات المحكمة، وحوالي 20% من براءات اختراع. ومع ذلك، مع هذه النسب، لا شك أننا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التحفيز على البحث وإشراك أغلب الأساتذة الباحثين والأطباء والصيادلة في دينامية البحث الطبي بالمغرب، وفي التأطير المشترك للطلبة الباحثين، وذلك بشراكة مع المقاولات المشتغلة في هذا المجال، خاصة في ظل ازدهار بعض الصناعات ذات الصلة، وخاصة صناعة الدواء كما ذكرت سابقا. كما أن الباحثين اليوم في المجال الطبي والبيوطبي مدعوون إلى البحث في الأمراض النادرة التي تقدر بحوالي 8000 مرض، مما يعني يعاني منها حوالي 8% من سكان العالم، وذلك من أجل إنتاج ما يسمى بالأدوية اليتيمة التي تحتاج استثمارا أكبر من الأدوية العادية، لكن فائدتها الإنسانية كبيرة وكبيرة جدا، فضلا طبعا عن عائدها الاستثماري. ولعل اليوم الترسانة القانونية التي أنتجتها الحكومة الحالية تساعد الباحثين على إنتاجية أكبر وفي ظروف أفضل، وخاصة القانون المتعلق بالتجارب الطبية الذي استثنى من هذه التجارب القاصرين والمرضى النفسانيين والنساء الحوامل والمهاجرين السريين، ويمكن بالضرورة من مواكبة الاتجاهات الدولية في مجال البحث الطبي ومن جذب الاستثمارات. أيها الحضور الكريم، إن جميع المجالات اليوم وخاصة مجال الطب والصيدلة أصبحت تعتمد على إنتاج المعرفة ونشرها واستثمارها، وطبعا نشر المعرفة واستثمارها ما يسمى اليوم بمجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وتحدي كبير لكل المجتمعات. الدول التي انطلقت اليوم وكانت إلى عهد قريب تعد من الدول المتخلفة انطلقت اليوم وأصبحت من الدول الصاعدة، انطلقت بفضل اختيارها لبناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة. فهذه اليوم ثروة حقيقية لدى المجتمعات عندما توضع لها المخططات القنينة بتحقيق الأهداف، لا شك أنها تحقق النتائج، ونحن كمغاربة لسنا ببعيدين، وكمغرب كذلك لسنا ببعيدين عن تحقيق هذه الأهداف. إذا قلت اليوم تحدي المعرفة واقتصاد المعرفة، لا شك أن هذا لا يتأتى إلا بالتوفر على مؤسسات للتعليم العالي قوية ومختبرات للبحث، وكذلك على إيرادات لدى باحثينا في الجامعات وفي المختبرات. فإرادة الباحثين تشكل النواة الحقيقية للبحث العلمي. طبعا الظروف وتوفير الإمكانيات هذا شيء مهم، ولكن كذلك دعوني أقول بأن الإرادات والرغبة في التطوير كذلك يكون لها الأثر البليغ في تحقيق النتائج. واليوم لا شك قلت أننا في إطار هذه الديناميكية العامة التي تشهدها بلادنا، وفي إطار هذا الاهتمام الذي يحظى به وحظي به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة بنسبة تلاحظون أنه بالنسبة للأساتذة الباحثين تم اعتماد مجموعة من الإجراءات من أجل تشجيعهم على البحث وتشجيعهم على العطاء. كذلك الميزانية التي رصدت للبحث العلمي في السنوات الأخيرة تعتبر هي الأكبر، وخاصة يعني ما رصد في إطار طلبات العروض في إطار المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. إذن هذه المجهودات كلها تؤكد حاجة بلادنا إلى استمرار المسيرة. فالمغرب بتاريخه العريق وبحضارته المشرقة في التاريخ، لا شك أنه كما كان لدينا السبق في التاريخ يمكن كذلك أن يكون لنا السبق، وأن يعني نسير في مسار الدول الصاعدة، وأن ننطلق في مسيرة تنموية حقيقية عمادها العنصر البشري. لأنه مهما أنجزنا من قوانين ومهما أنجزنا من مؤسسات، فاللحمة الأساسية والمحرك الأساسي في هذه العمليات كلها هو وجود العنصر البشري، العنصر البشري المتملك لإرادة التطوير، العنصر البشري المتملك للرغبة في تطوير المؤسسات التي يشتغل فيها، وإن كانت مؤسسات بحثية فتكون يعني هذا التملك وهذا سلاح الإرادة يكون قوي وقوي جدا، خاصة كما قلت في إطار اليوم مستجدات على مستوى التشريعي وكذلك على مستوى تمويلي كذلك من أجل تطوير هذه الأمور. وقبل أن أختم كلمتي أقول بأن هذه المناسبة مناسبة
التأكيد مرة أخرى على ضرورة ترصيد وتتمين التراث الطبي الإسلامي من خلال فهرسة الرصيد المصطلحي الطبي والصيدلي العربي، فهرسة منهجية محكمة التنظيم بالاعتماد طبعا على الوثائق التي نتوفر عليها، وهي كذلك مناسبة للتأكيد على نبل هذه المهنة الإنسانية التي يتخرج أبناؤنا وبناتنا من هذه المؤسسات اليوم لحمل هذه الأمانة العظيمة، وهي أمانة يعني خدمة البشرية وخدمة الإنسانية في مجال يرتبط بأبدانها يرتبط بصحتها. وختاما اسمحوا لي أن أتقدم وأجدد الشكر للسيد رئيس الجامعة وللسيد العميد ولكل المنظمين على هذه الدعوة وعلى هذا الإشراك في هذه الجلسة الافتتاحية، وكذلك أن أدعوهم لمزيد من العمل في هذا يعني المنهج وفق هذه المنهجية وفق هذه يعني الأهداف المرسومة. فنحن فعلا في حاجة إلى إضاءة هذه الجوانب المشرقة في تاريخنا وفي حضارتنا وفي نفس الوقت الاستفادة منها واستلهامها. فشكرا لكم جميعا والسلام عليكم. شكرا السيدة الوزيرة المنتدبة الأستاذة ملمة ومهتمة بالتاريخ وحاصلة على دكتوراه في التاريخ، لكم منا جزيل الشكر أستاذة على حضوركم. شكرا السيد الوزير على حضوركم أيضا، لكم منا أجمل تحيات. وأترككم الآن مع كلمة يلقي الأستاذ الفاضل الدكتور عمر الصبحي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله ورئيس المؤتمر. اسمحوا لي سيد رئيس أن أبلغكم أسمى عبارات الشكر والامتنان من كل أعضاء لجنة التراث، فكنتم خير موجه وخير سند طيلة محطات الإعداد لهذا المؤتمر. فتفضلوا أستاذي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد حسن الداودي الذي أصر على حضوره بصفته أستاذ باحث وبرلماني. لك منا كل احترام أستاذ الكريم. السيد أمير السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، السيد رئيس جامعة القرويين، السيد ممثل والي جهة فاس مكناس، السيد ممثل رئيس جهة فاس مكناس، السيد ممثل عمدة مدينة فاس، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي، السيد رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة بالمملكة المتحدة، السادة والسيدات المنتخبون، السيد ممثل رئيس الرابطة المحمدية للعلماء، السيد ممثل جمعية فاس سيس، والسيد ممثل منظمة الإسيسكو، السيد عميد كلية الطب والصيدلة، السيدات والسادة العمداء والمدراء والنواب، أيها المؤتمرون والأساتذة الأجلاء، أعزائي الطلبة والطالبات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سروري الشخصي بوجودي هنا لأرحب أجمل ترحيب وأحره بهذه النخبة الراقية من المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي لتاريخ الطب في التراث الإسلامي، وأغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم باسم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله على رعايته لفعاليات هذا المؤتمر الهام الذي يهدف إلى تتمين تراث المسلمين في مجال الطب من أجل ربط الماضي بالحاضر استشرافاً لغد أفضل. وأقدم شكري الصادق للسيدة الوزيرة المنتدبة الأستاذة جميلة المصلي على دعمها المتواصل لجامعة سيدي محمد بن عبد الله وحضورها الفعلي في أنشطتها، وهو حضور يلقى صدى طيب لدى أساتذة وطلبة الجامعة. كما أشكر السيد أمير السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وأستاذ الكريم الذي شرف جامعة سيدي محمد بن عبد الله بحضوره ودعمه في كل المناسبات. وأشكر كافة الأساتذة الأجلاء ضيوف هذه الندوة على قبول الدعوة والمشاركة في هذا المؤتمر الهام. أيها السيدات والسادة، ما أحوجنا في هذا الوقت بالذات
لإبراز الجوانب المضيئة من تاريخ الحضارة الإسلامية التي قدمت خدمات جليلة للبشرية في مجالات عديدة، ومن بينها مجال الطب. وما أجمل أن تطلع بهذه المهمة جامعتنا وكلية الطب والصيدلة في إطار تعاون علمي دولي. إن احتضان هذه الكلية لمؤتمركم هذا بمناسبة أهل التخصص بمساهمة أهل التخصص على الصعيد الدولي لا يعكس الأهمية التي توليها جامعة سيدي محمد بن عبد الله للموضوع، تنفيذا لاستراتيجيتها في البحث العلمي الرامية إلى دعم الانفتاح والمبادرات الجادة. ويسرني أن تتزامن هذه الندوة مع نشاط هام نظمته الجامعة يوم الأحد الماضي في شوارع مدينة فاس، يرمي أيضا دعم الانفتاح على المحيط وعرض نتائج أعمال المختبرات في موضوع المناخ، دعما للتفاعل مع المحيط وخدمة القضايا الكونية والوطنية ذات الراهنية. ولم يغب البعد الثقافي والتراثي والحضاري عن هذه التظاهرات، حيث تم تقديم أنشطة ذات الصلة تتمحور حول الممارسات الإيجابية للبيئة في الإسلام. كما أننا في هذه الجامعة جعلنا محور التراث والحضارة محورا أساسيا للبحث والتكوين، إيمانا منا بأهميته وجدواه في الوقت الحاضر والمستقبل. وقد خصصنا له قطبا من أقطاب البحث الحادي عشر المعتمدة في جامعتنا، وعازمنا إن شاء الله على خلق تكوين خاص حول التراث لفائدة طلبة المسالك العلمية بتعاون مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة من أنجلترا. وهي مناسبة لشكر رئيسها الأستاذ دكتور سليم الحسن والتعبير عن عزمنا لتقوية التعاون العلمي مع المؤسسة. أيها السيدات والسادة الأفاضل، مرة أخرى أرحب بجميع المشاركين والمشاركات وأشكرهم على إسهامهم في هذا الملتقى العلمي الهام. ولا شك أن مشاركة هذه النخبة من الخبراء وما ستتناوله جلسات العمل من قضايا ومحاور تمس تاريخ الطب الإسلامي وإنجازاته سوف تخلص إلى بلورة نتائج مهمة. وشكر خاص لضيوفنا الذين تحملوا عناء السفر ليمكنونا من الاستماع إليهم والاستفادة منهم. وأنا متيقن أنهم سيستمتعون برحلتهم ما دام أن وجهتهم هي مدينة فاس المعروفة بحفاوتها وتاريخها ومآتلها وخاصة جامع القرويين. الشكر كذلك موصول إلى شركائنا في الندوة، وأخص منهم بالذكر مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة من أنجلترا والجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي. أخيرا شكرنا العميق لكل الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل وإنجاحه سواء على مستوى التحضير أو التنفيذ. وأخص بالذكر سي إبراهيم سيدي عادل إبراهيم وفريقه. وختاما أشكر الحاضرين حسن استماعهم، وأتمنى لكم التوفيق في أعمال مؤتمركم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سيد الرئيس، ونترككم مع كلمات الأستاذ عمر فاسي الفهري رئيس من أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أمير السير الدائم لأكاديمية العلوم والتقنيات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الوزيرة، السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السيد عميد كلية الطب، السيد رئيس الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، أود بدوري في بداية الكلمة أن أعبر عن سعادتي لحضوري معكم في هذا الحفل الافتتاحي للمؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي الذي تنظمه جامعة سيدي محمد بن عبد الله وكلية الطب الصيدلية. هذا الملتقى الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بإضفاء رعايته السامية عليه، تأكيدا من جلالته على أن رعاية العلم والعلماء تقليد من تقاليد الدولة المغربية الشريفة.
وذلك على مر العصور. إن هذه المبادرة الكريمة تعتبر فرصة سانحة لجمع جمع من العلماء من المغرب ومن عدة دول أجنبية شقيقة، تتوفر على اختصاصيين في مجال علوم الطب والصيدلة لإبراز ما قدمه أجدادنا وأسلافنا في الحقل الطبي والمعرفي، كما أنها مناسبة سعيدة لتبادل التجارب والخبرات من خلال المحاضرات والعروض المبرمجة أثناء هذا اللقاء، والتي ستكون لها لا محالة أهمية بالغة، خاصة وأنها ستتناول موضوع العلوم الطبية من عدة زوايا تستدعي كل التخصصات المعنية من خلال الوقوف عند المحطات البارزة في تاريخ الطب العربي الإسلامي. سيداتي سادتي، لقد أصبحت دراسة التاريخ بشكل عام وتاريخ العلوم بشكل خاص تحتل أهمية استراتيجية قد تفوق أهميتها الكثير من العلوم الأخرى ذات الطبيعة الإنسانية، وذلك في ظل انتشار العولمة ومحاولة سيطرة ثقافة القطب الواحد. لذلك فقد أصبح خطر الهيمنة الثقافية تحت شعار ما يسمى بالعولمة الثقافية الشغل الشاغل لكثير من المثقفين والأكاديميين، فضلا عن المؤسسات التعليمية والجامعات والأكاديميات لدى الكثير من الدول. لقد تنبهت بعض الأمم التي تتمتع بإرث ثقافي وحضاري هامين إلى خطر هذا الغزو الثقافي، وبدأت تعمل على إعادة النظر في برامجها التعليمية، وذلك باتجاه ضرورة تعريف أجيالها وبالأخص جيل الشباب بإرثها الحضاري والثقافي الذي يعتبر من المكونات الأساسية لرأس مال اللامادي لهذه الأمم. إن هذه الصحوة كانت أيضا حاضرة بشدة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله وأيداه، الذي ألقاه يوم 29 يوليو 2014 بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، إذ أكد جلالته على ضرورة اعتبار رأس مال اللامادي في عملية تقدير الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويعتبر المغرب من بين البلدان القليلة التي قررت بشكل استباقي إطلاق مشروع ابتكاري يهدف إلى تقويم منتظم لثروته الوطنية ورأس ماله اللامادي. وقد بدأ هذا التقويم من خلال الاعتماد في المرحلة الأولى على تبني منهجية البنك الدولي التي يعتمدها في مثل هذه التقويمات، حيث سبق لهذا البنك أن أنجز في سنة 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة. وقام البنك بتقدير ثروات الأمم والأصول اللامادية بالاعتماد على مقاربة تختلف عن الطريقة التقليدية المرتكزة على الناتج الداخلي الخام، وتسمح بإجراء مقارنات بين الدول وبتقدير التموقعات الدولية لكل بلد على المستوى الإجمالي لثروته الوطنية، وأيضا على مستوى مختلف مكونات هذه الثروة. ومن خلال هذه الدراسة تم تصنيف المغرب في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي وبفارق كبير عن بعض دول المنطقة، ويشمل الرأس مال اللامادي جميع الأمور غير الملموسة والتي يصعب بالتالي قياسها،
ويتعلق الأمر بالرصيد التاريخي والثقافي لأي بلد، إضافة إلى ما يتميز به من رأس مال بشري واجتماعي وفني ونوعية المؤسسات وجودة الحياة والبيئة وغيرها. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، بالرجوع إلى موضوع مؤتمركم هذا، يجمع كل العلماء الباحثين في تاريخ الطب أن الأطباء المسلمين الأوائل قد اطلعوا بدور هام ورئيسي في تطوير المعارف والعلوم الطبية، وذلك إبان ازدهار الحضارة العربية الإسلامية والتي امتدت جاء ثمانية قرون، ومن خلال ترجمة تلك المعارف والعلوم الطبية وقتها إلى اللغة العربية أو الفارسية، ثم ما أضافوه لهذه العلوم من خلال ما اكتسبوه من خبرات نتيجة ممارستهم الطب واختراعاتهم العلمية في ذلك الوقت. ويمكن الإشارة هنا إلى أشهر إلى بعض أشهر الأطباء المسلمين، السيدة الوزيرة ذكرت الكثير منهم القدماء كجابر بن حيان وأبو بكر الرازي وابن سينا وابن البيطر وابن النفيس وغيرهم. لقد أجمع كل المهتمين بتطور علوم الطب أن الطب العربي الإسلامي بلغ في القرون الوسطى درجة كبيرة من المعرفة ومستوى عالي في ميدان التشخيص والعلاج للعديد من الأمراض، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كفاءة ومهارة الأطباء العرب والمسلمين ونبوغهم بالرغم من وسائل التشخيص والعلاج البدائي التي كانت في زمنهم. إلا أن في الحقيقة لا زال لم يبرز بما فيه الكفاية دور هذا التراث الحقيقي في تطوير علم الطب، خصوصا تأثيره في مرحلة عصر النهضة الأوروبية، وإلى حد الآن لم يتم التعرف إلا على جزء يسير جدا من هذا المنتوج الفكري الهام. فأغلب ما كتب في مجال الطب خلال تلك المرحلة لا زال مخطوطا قابعا في رفوف وزوايا المكتبات الخاصة أو العامة والموزعة في كل أرجاء العالم. رغم هذا النقص لا بد من الإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به جمعيتكم في تسليط الضوء على مساهمة الطب العربي والإسلامي في تطوير وتقدم علوم الطب، وفي إبراز الدور الحضاري الهام للعلماء العرب الأوائل، وفي تشجيع المزيد من الدراسات والأبحاث حول تاريخ الطب العربي الإسلامي. إن انعقاد مؤتمركم في هذه المدينة العلمية العريقة هو خير دليل على إرادتكم الثابتة على المضي قدما لإبراز أهمية الدور الحضاري الذي طلع به العلماء العرب والمسلمين خلال حقبة القرون الوسطى، وما قدموه للغرب الأوروبي من امتلاك العلم والمعرفة الذي بدوره عمل على ولا زال يعمل على تطويرها. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، أود في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس جامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس أستاذ وصديق سيد عمر الصبحي، وإلى السيد عميد كلية الطب والصيدلة بنفس الجامعة الأستاذ سيد عادل إبراهيمي على دعوتهم الكريمة، ولكل الطاقم المحلي الذي ساهم في التهيئة والتنظيم لهذا الملتقى. أتمنى مقام سعيدا لكل الإخوان المشاركين ولأعمالكم النجاح والتوفيق، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيد أمين السر الدائم، مسار حافل بالإنجازات في الحق المعرفي وبالضبط بالبحث العلمي. والكلمة الآن للسيد عمدة مدينة فاس السيد مولاي إدريس الأزمي الإدريسي، ينوب عليه الأستاذ بن حميدة نائب رئيس مجلس جماعة فاس، فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة الوزيرة، السيد رئيس جامعة سيد محمد بن عبد الله، السيد عميد كلية الطب والصيدلة بفاس، السيد الباشا ممثل السيد والي جهة فاس كناس، السيدات والسادة رؤساء المجالس المنتخبة، السادة المنتخبون، السادة والسيدات المنتخبون، السيدات والسادة عمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، زملاء الأساتذة، أعزائي الطلبة، الحضور الكريم، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي في هذه التظاهرة، إن لم أقل تظاهرتين علميتين بامتياز. التظاهرة الأولى هي المؤتمر السابع لتاريخ الطب في التراث الإسلامي، والتظاهرة الثانية هي الملتقى الرابع للطب الإسلامي لتاريخ الطب بفاس، فهما تظاهرتين مهمتين تحتضنهما مدينة فاس للمرة الرابعة على التوالي. ونعتبر هذه الدورة هي دورة الترسيم لهاتين التظاهرتين لكي تقام كل سنة في نفس الفترة تقريبا بمدينة فاس. فهذا التنظيم نشكر المشرفين عليه من رئاسة الجامعة والمؤتمر وجمعية التراث وكل المنظمين، نشكرهم وننوه بجهودهم وننوه باختيارهم لمدينة فاس المرة الرابعة على التوالي، فنشكرهم على هذا، ونشكرهم كذلك على الاستضافة. كما هي مناسبة لكي نرحب بضيوف المغرب الكرام، وكذلك هم ضيوف فاس، فضيوف المغرب من الخارج وهم ضيوف فاس، وكذلك الذين أتوا من مختلف المدن المغربية فهم ضيوف مدينة فاس، فمرحبا بهم جميعا، ونتمنى لهم مقاما سعيدا ونجاحا وتوفيقا لأشغال هاتين التظاهرتين. الحضور الكريم، إن أهمية الموضوع الذي اخترتموه لهذه الدورة وكذلك لكل الدورات ومجال اهتمام التظاهرتين، ألا وهو تاريخ الطب، فالاهتمام بالتاريخ مسألة أساسية ومهمة في مختلف المجالات، باعتبار أننا دائما في مختلف المجالات التدبير والمسؤولية الذي نقوم به هو أننا نعالج الحاضر، ولكن دائما نستشرف المستقبل، وفي خضم هذا وذاك علينا دائما أن نرجع إلى الماضي لكي نأخذ منه الدروس ونستلهم منه العبر، وهذا ليس مجرد طرف فكري أن نرجع إلى الماضي وإلى التراث وإلى التاريخ، بل هو ضرورة ملحة في مختلف المجالات وخاصة في مجال حيوي كالطب. وهنا استسمحوني أن أضرب مثلا بسيطا لأهمية هذا الموضوع، فدائما بالنسبة للتاريخ هو بمثابة المرآة الخلفية لسائق السيارة أو مركبة كيفما كانت، فسائق مركبة كيفما كانت فهو في لحظة معينة في الحاضر وينظر إلى الأمام يستشرف المستقبل، ولكن عيناه مرة يعني دائما تكون على المرآة الخلفية لكي يستبق، لكي يستلهم، وإلا إذا لم يقم بهذه العملية أثناء السياقة فقد تكون له خرجات أو مناورات في الطريق
قد تكون لها عواقب وخيمة وربما قد يؤدي فيها حياة لا قدر الله. إذا ففي مختلف المجالات الاستلهام من الرجوع إلى التاريخ والاستلهام منه مسألة ضرورية ومهمة، وخاصة في مجال موضوعه هو الإنسان، هو الإنسان بجسمه وقاية وعلاجا. إذن هذه أهمية الموضوع. أما بالنسبة لنا كجماعة فاس بمختلف مقاطعاتها فنعتز بهذه التظاهرة ونتمنى لها دائما التوفيق والاستمرار، ودعمنا لا مشروط لها ولمثيلاتها. وبالتالي فأقول للمنظمين فاعتبروا جماعة فاس شريكا استراتيجيا لكم في مثل هذه التظاهرات دعما ومشاركة. لماذا؟ لأنه هذا كلام يعني موثق ومكتوب ومسجل ومحفوظ ومحفظ. لماذا؟ لأنه كان هناك كلام في الأخ المسير أعطى تقديما رائعا وأشكره على تقديمه، واستلهم من دفين مدينة فاس لسان الدين بن الخطيب الأديب والشاعر والطبيب والفيلسوف، فكان موسوعة أكاديمية وتكلم على أمرين، تكلم على علم الأديان وعلى علم الأبدان، وأزيدها نقطة ثالثة وهي علم العمران لكي نكون شركاء. لأن الإنسان بهذا الثلاثي أو هذا المثلث، فعلم الأديان هو جانب الروح وجانب الثقافة والفكر الذي يترتب عليه سلوك وممارسة. وكثير من إشكالات التنمية في مختلف الدول ومنها بلدنا فهي إشكالات ثقافية بالدرجة الأولى، وبالتالي معالجتها فيجب أن تكون معالجة الروح والثقافة والفكر لكي يتحسن السلوك والخلق بعد ذلك. إذن فهذا محور أساسي. المحور الثاني هو الجسم، جسم الإنسان. هذا الجسم كما يقال دائما الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، فكي يفكر الإنسان جيدا وكي يتصرف جيدا فعليه أن يكون جسمه في أحسن حال. وبالتالي فموضوع الطب هو سلامة الإنسان جسميا من خلال الوقاية أولا والعلاج ثانيا. والمجال الثاني هو أو الركن الثالث في هذا المثلث هو العمران. فلا يمكن أن تكون حياة الإنسان بدون عمران، والعمران كما عرفه ابن خلدون، العمران ليس هو فقط التعمير بل هو الاعتناء بمجال عيش الإنسان بمختلف مكوناته وأبعاده، وأخص التعمير والبيئة وظروف العيش الكريم للإنسان. إذن فهي مجالات كلها للتشارك والتعاون والتكامل فيما بيننا. إذن ختاما الحضور الكريم، السيدات والسادة، ختاما متمنياتي بعد الشكر والتنويه، متمنياتي لأشغال هاتين التظاهرتين بالتوفيق والنجاح، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ، الكلمة موثقة أستاذ في الحفظ الصوت. الآن يطيب لي أن أعطي الكلمة إلى السيد وائل كعواش المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، من المهتمين الدائمين للمؤتمر، المداخلة بعنوان ترسيخ ثقافة الرحمة. مدعمين الأساسيين.